أحرق بيوت الظالمين. يا حسين خويا انا تعبت يا ابو علي من شوفتك محتار ما ضل يمك اخو بس كم طفل وصغار 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 خويا لو اقدر انا انصرك وارفع انا الراية بس انا حرمة لوحدي حرمة يا خويا يا خويا يا ابو علي يا خويا بس انا حرمة لوحدي وعدوانك هواية عدوانك هواية خويا يا خويا تقول تقول ما 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 ظل اخو يمك فقط بس كم طفل وصغار قتلوا سيد الشهداء وأحرقوا الخيام وجت النار الإمام زين العابدين عليل شديد المرض يعني كان عنده مشكلة صحية خاصة بالمعدة الشريفة لسيدي ومولاي فكان حيل ما عنده حال ما عنده مرهق تعبان السيدة زينب تعلقت بالإمام زين العابدين بشكل مفرط يعني صار تشم بي ريحة الحسين تشم بي ما أدري عمامة الحسين ما أدري جبة الحسين صارت تشوف الأمل كله بالإمام زين العابدين أحرق قلبكم شوية لما نجهزوا النياق هذه مشاهد شوية مؤذية جهزوا النياق الإمام زين العابدين ما قدروا يصعدونه على النياق ليش؟ لأن وزن خفيف ما إلى قدرة على التشبث أول مرة خلوا الإمام على الناقة طاح على الأرض ضرب بالأرض عمت عينه ثاني مرة ضرب بالأرض عمر بن سعد جايب العسكر قال صعدوهم على النياق أنتوا شيلوا بنات رسول الله وصعدوهم على النياق آخ يا أبا عبد الله السيدة زينب قالت له ويحك سوض الله وجهك يا عمر بن سعد جايب رجال تقول صعدوا بنات رسول الله وتركونا وشأننا احنا نركب بعضنا بعضا روحوا من نعم أم عون بعد أم عون يا أحبابي اجت السيدة صعدت سكينة رقية رملة ليلى حميدة عاتكة وين؟ عاتكة بنت مسلم أمها السيدة رقية بنت أمير المؤمنين يعني يكون خالها الحسين أخت حميدة دوروها دوروا مالكة ليش؟ سحقتها الخيول ظهرا في كربلاء شافوا شوية عظم مكسر عمرها بس 7 سنوات السيدة جابت قالت أم الحسن وأم الحسين أولاد الإمام الحسن المجتبى وين شافتهم ماتوا من العطش والخوف والرعب متعانقين وميتين فلانة وين فلانة وين فلانة وين بقت أم كلثوم قالت أخية اركبي قالت لا انت العقيلة انت اكبر قدر بعد كل هذا والامام زين العابدين واقف يراقب تدرون هو اللي يتحنن على السيدة زينب يمسح على راس السيدة زينب يضمها على صدره يقول لا تخافي انت بعيوني انت بقلبي انت سيدتنا عقيلتنا اميرتنا ما تنظامين بوجودي
اجت تركب ام كلثوم السيده العقيله وقفت، قالت لها ام كلثوم شلون اصعد؟ قالت لها انا اتذكر شلون اركبني العباس، انا اذكر شلون العباس صعدني. تذكرت تلك الليالي والايام شلون طلعت من الحجاز معززه مكرمه بموكب رسمي، بالمقدمه الحسين بن علي، بالمؤخره من الخلف موجود مولانا العباس ويديه فوق راسها الشريف، منا علي الاكبر، منا القاسم، منا هودج فخم ضخم. انا عندي مكان اوصلكم الى حتى احرق قلوبكم شويه. الامام زين العابدين سمع الحوار اللي دا يصير بين السيدة أم كلثوم والسيدة زينب. شاف السيدة زينب جلست على الأرض وخلت رجلها بهالشكل هذا، قالت لها دوسي على رجلي واصعدي. أم كلثوم التفتت وأجهشت بالبكاء. عقيلة ما يصير هتصعدي، يقولون وضعت قدمها حتى تصعد ضربت زينب بالأرض. صرخ الإمام زين العابدين عمه انظري الناقة. التفتت للناقة، شافت الناقة تبكي، قالها عمه هل تعرفين ما تقول الناقة؟ قالت لا. قال هي تعرف كم سائل عن أمره وهو عالم، بس حتى أنا وانت نعرف. قالت لا، شو تقول الناقة؟ قالها الناقة تقول يا معاشر النياق رفقا ببنات رسول الله. قالت لها الناقة حنت وذولا ما حنوا. يا ليلة الحادي عشر يا جرح الأئمة. اجى الإمام زين العابدين قال عمه أنا أصعد أم كلثوم وأصعدك. تعاونوا صعدوا أم كلثوم، بقت السيدة زينب. هذا اللي راح أذكره الآن إذا ما تدمع عينك عليه يعني ما أدري، أخاف يكون بقلبك قساوة قساوة. يقولون الإمام زين العابدين اقترب منها يتكئ على العصا، يتوكأ على عصاه، اقترب منها اقترب منها تدريجيا، وصل إليها، قالت ها؟ قال أنا أركبك. فجلس على الأرض وثنى ركبتيه. اجت العقيلة تصعد، مجرد ما اقتربت العقيلة بما ان عليل الامام ارتعش جسده وضرب بالارض، العقيلة ركضت رفعت امام زمانها، شالته بعد عيون عمتك، شالته سندته. من اللي شاف الحادثة؟ شمر بن ذي الجوشن. تدرون هذا الملعون ابن الزنا ابن الحرام، هذا يكره آل محمد، يكره يكره آل محمد، يكرههم. الحسين قال له أنت على صدري الآن، تريد مال أغنيناك، تريد دار أعطيناك، لك شو تريد؟ قال درهم واحد من يزيد أهم عندي منك ومن جدك محمد ومن شفاعة جدك محمد. يكره آل البيت. يقولون لما شاف الإمام زين العابدين ضرب بالأرض أسرع إليه ونزل به ضربا ضربا ضربا. يقول السيدة زينب قالت مصطلح أخي يا فاطمة الزهراء، يقول قالت له تحنن على يتيم الإمامة، تحنن على تاج الخلافة، تحنن على سيد الساجدين. هذا ما يتحنن، نزل بي ضرب. قال له عمر بن سعد ما الأمر؟ قال له عمته جاي تتحنن عليه بوجودي. قال تصرف. شالوا الإمام زين العابدين خلوا على ناقة، ضرب بالأرض، عمت عيني يا زينب، شافت الصرخت يا حسين واخاه وغريباه، ما سمع الجواب. قال له عمر بن سعد أنطيكم خطة محكمة، هذا بعد ما يسقط عن الناقة. ما الخطة؟ قال لهم كبلوا رجليه من تحت بطن الناقة، شدوا رجليه من تحت بطن الناقة. شدوا رجلي الإمام بالسلاسل، الدم ديسيل على الناقة. زينب وقفت بأبي وأمي، يا زينب وقفت التفتت من يركبني، دارت وجهها صوب النهر. قالت له يا مدلل أختك تتذكر.
يا مدلل أختك تتذكر لما نجاري تمر عليها ومن قد ما عباس تحبني كل شمع عبيتي تطفيها خايف ظلي شاهد طولي وبعينك أختك تحميها تشيلنك تحميني بعين عينك ما خلوه من طفوها بسهم الموت أيامي طفوها وقفت أمام الرأس الشريف قلت لك كلمة أخوة عن نهار فارق دكوة عن نهار فارقت قوة عن نهار إيدك يا مل راسي مسحت تنطيني الحب والحني أشعر أمي لتمسح راسي رأفة والد ترف بي هالليلة لعطفك محتاجة تلجمني كلمة مسبية وينك يا طيب إنسان وينك خويا الغالي ريحة نار الشادر صار ترضى بوضعي وحالي يا بالفضيل يا بالفضيل يا بالفضيل يا بالفضيل يا بالفضيل يا بالفضيل ما حرقت قلبك للآن يقولون اقتربت امرأة مسنة بشرتها سوداء شريفة يقولون اقتربت قالت أنا أركب السيدة العقيلة يقول التفتنا سألنا من هذه قالوا إنها فضة جارية فاطمة الزهراء أنعم وأكرم والسبع تنعم رفعت العقيلة فضة لها حادثة يعني شيء بشيء يذكر بما ذكرنا فضة خل أوضح للإخوة فضة شافت كيف داسوا جسد أبي عبد الله هسه ما سامع هذا الكلام قبل خليه يسمع الآن شافت كيف داسوا جسد أبي عبد الله مرة وهو حي مرة وهو مقتول هسه أنت يمكن ما ملتفت أنت تعرف بأنه داسوا جسد أبي عبد الله عشرة من الخيول لما دققنا النظر شفناهم العشرة أولاد زنا ما بيهم واحد ابن أبوه المهم إيه أنت تتصور من يقتل الحسين إلا هاي النماذج عيني يقولون داسوا صدر الإمام الإمام صاحب الزمان يقول له تطأك الخيل هاي الخيل تدوسك ها أنت بشنو مشغول تدير طرفا وين إلى أهلك يقول له هاي الخيل تدوسك وأنت تنظر للخيام يا ناس يعني داسوا جسد أبو عبد الله وهو حي شعر بكل عظمة تتكسر شعر بكل شريان يتقطع شعر بقلبه يخرج شعر بكبده مو بخير شعر بهاي الفقرات مال ظهره تتقطع تتكسر يقولون داسه بعد شهادة الإمام وذبح الإمام شوف أنا ما أعرف أمشي بهذا المكان لأن بيه حجار وما أدري شلون مشت رقية شلون مشت سكينة شلون مشوا بنات الرسالة عمت عيني يا زهراء يقولون أحرق قلبكم يقولون إجوا مرة ثانية بعد الذبح قال لهم بقى شيء من جسد الحسين قالوا بقى أول مرة اتفقنا الإمام صاحب العصر عندما يذكر الإمام الحسين يخبرنا ارجعوا انتم للزيارة الناحية ودعاء الندبة شوفوا المضامين العالية احباب يقول داسوا الحسين وهو حي مرة ثانية بعد الذبح قال بامر من عبيد الله بن زياد لا تبقوا من الحسين شيء باقية ما تخلوا له قطعة لحم لا تخلوا داسوا الامام الحسين مرة ثانية يا عالم يا كون هذا الحسين الحنون هذا الحسين الوجيه هذا الحسين العزيز هذا أبو رقية هذا أبو الرحمة من تظلم علينا الدنيا نصرخ يا أبا عبد الله والله ما يسكر الأبواب حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين يا مولاي مرة ثانية داسوه فضة إلها قصة تذكر هنا قصة موجعة للقلوب قالت لها للسيدة العقيلة مولاتي زينب أنا سمعت يقولون سيدوسون صدر الحسين مرة ثالثة قالوا لنا شيلوها خافتش الشيعة بيوم من الأيام وتجي الناس كلها من كل أقطار العالم
ويبنون على هذا المقام ويزوروا، لا تبقوا منا شيء. يقولون فقالت أتأذنين لي، كما يذكر الشيخ محمد باقر المجلسي في البحار قدس الله نفسه الزكية، هذا ووالد وما ولد، فطحل من فطاحلن، هذا عالم ابن عالم سيد محمد تقي أبوه. المهم ويذكر أيضا المزندراني الحائري شيخ مهدي في معاليه، يقول قالت للسيدة زينب مولاتي تسمحين لي أتصرف؟ ما الأمر؟ قالت أنادي لأبي الحارث. أبا الحارث اسم من أسماء الأسد، ها منو هذا؟ قالت لها قصت كيت وكيت هذا الأسد، والآن خلني أنادي يحمي جسد أبو عبد الله. أكرر، الأسد أنادي يدافع عن الإمام الحسين. ارجعوا للكافي للجزء الأول تشوفون الرواية، أسد من بعيد نادته يا أبا الحارث. إجا الأسد، قالت له سيدوسون صدر الحسين مرة ثالثة، تصرف. يقولون إجا مد رجليه قريب الجسد، كل ما الخيل تقترب يقف، الخيل منا يقف، من يقرب على الحسين؟ راحوا مشوا طريق كربلاء. رايد أذيكم شوية بالختام، طريق كربلاء منا إذا رادوا يطلعون يروحون للكوفة يتخذون هذا الطريق. عمر بن سعد عليه لعائن الله قال لا، خذوهم من هذا الطريق، يعني ندور كل هذا الطريق ونرجع للمخرج. ليش مو خل نطلع منا أسرع؟ قالهم لا 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 لا، رايد أأذي الحسين وهو ميت، مروا ببناته أمامه على النياق خلى يتفرج على نسوانه. ولك يا ملعون، ولك يا لعين، لك يا نجس، لك هذا الحسين أبو الرحمة هذا الحنون الطيب، مروا بالنساء على الأجساد. يقول الإمام زين العابدين كادت نفسي أن تخرج، شعرت أني أموت. أنا دائما أكرر هاي الرواية، ليش؟ شاف مشهد يا عيني ما تحمل لا أرض ولا سماء. يقولون ليلى قالت يا حادي نزلني قرب علي الأكبر، رملة قالت له نزلني يم القاسم، هاي أم الطفل الرضيع قالت له دخيلك نزلني يم عبد الله، دخيلك أنا إجيتك يا ابني، إجيتك يا يمة يا بعد قلبي إجيتك. ما كل واحد طلبت، يقولون إلا زينب الحوراء ما طلبت من الحادي، رمت بنفسها من على الناقة، ضربت بالأرض، ركضت إلى جسد أبي عبد الله، قعدت يمه، التفتت إلى، قالت له لو بس ساعة قوم إسكان مرعوبة، لو بس ساعة قوم رقية مسلوبة، هالقعدة ما تنعاد وين الحرم تركض، لا بس ساعة قوم رقية مسلوبة. منو اللي رد عليها حتى أختم لك بيت الدعاء؟ العباس من بعيد قالها ما أقدر أقول، عيوني طفاها ما أقدر أقوم، جفوفي قطاها عالقومة ما أقدر لا تشوفي هالمنظر، ما أقدر أقوم عيوني طفاها. قلت له بيت وأسألك الدعاء، قلت له ألمني ضرب الصوت والله يا أخويا خلاني شوف الموت والله يا أخويا. ليش يا زينب؟ قالت للشمر هذا شفته يضرب جماجمة، شلون كلام هذا يا أبا عبد الله؟ يضرب جماجمة يجلدنا ويسبنا، ألمني ضرب الصوت والله يا أخويا، والله يا أخويا. هاي الطفلة الصغيرة، جهزوا حوائشكم خلنا نتوجه لرب الحسين.
الأعلى الأعظم، معين الضعفاء، كنز الفقراء، غياث المستغيثين، حبيب قلوب الصادقين. خلني توجه له بقلب صادق شوية. هاي البنت الصغيرة ما تتحمل فكرة أبوها يبعد عنها. لمن الحسين عليه السلام رمى بنفسه على جسد سيدة النساء عند شهادتها، الإمام أمير المؤمنين رفعه بكل حنية وحب، قبل راسه، بابا تنحى عن جسد أمك. يا ناس، اجت سكينة على جسد أبي عبد الله رايدة تبكي دمعتين على أبوها، يقول الراوي، يقول اجتمعت عليها الأعراب، مو واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، اجتمعت عليها الأعراب، اجتمعت يعني من كل حدب وصوب. يقول وجروها عن جسد أبيها بالقوة. قالت لأثار الأبو يا ناس، خيمة يفي على بناته وحريم. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، بحق الخيام الطاهرة لزينب الحوراء، بحق أنين زينب الحوراء، بحق دموع أبي عبد الله وقمر بني هاشم. إلهي، إلهي أقسمنا عليك بفاطمة الزهراء، ارفع عنا هذا الوباء والبلاء واجعل هذا البلد آمن. إلهي، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. ارزقنا بالدنيا زيارة الغالي الحسين، وفي القبر رؤية عيون الحسين، وفي الآخرة شفاعة أبو عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى عباس الحسين وعلى زينب الحسين وعلى عبد الله الحسين وعلى سفير الحسين مسلم بن عقيل وعلى محسن الحسين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. حسين.